لطالما كانت الدبلوماسية المصرية حاضرة في كل وقت، حاضرة في وقت المحن ووقت الأزمات، حاضرة في كل المواقف. دور كبير جدا قامت بيه الدبلوماسية المصرية منذ أن أسند إليها هذا الملف، ملف التغيرات المناخية، وكان في جولات مكوكية لتعريف العالم بما يحدث وما قامت به مصر خلال الفترة الماضية من مبادرات وغيرها، ومساعدة لتهيئة الأجواء، تهيئة الأجواء للجميع لكي يستطيع المفاوضين مفاوضي تلك الدول التي ستحضر هذه القمة في خلينا نقول تقديم تنازلات أو تحقيق توازن ما بين احتياجاتهم واحتياجات باقي الدول الأخرى. عايزين نتكلم مع حضراتكم عن دور الدبلوماسية المصرية. نتكلم طبعا مع سعادة السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية اللي منورنا. صباح الخير عليك يا فندم. أهلا وسهلا، صباح الخير. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. هنبدأ مع حضرتك منذ أن عرفتوا إن إحنا خلاص اللي هننظم هذه القمة من كاب 26 في جلاسكو. إيه هي استعداداتكم؟ كانت ماشية إزاي؟ هو الحقيقة طبعا الجهد بدأ من فترة طويلة لما تم التحرك على المسار الأفريقي لضمان الحشد الأفريقي أو الدعم الأفريقي للترشيح المصري، وتم تأمين ده طبعا من خلال التواصل مع الدول الأفريقية، حتى تم بالفعل اعتماد الترشيح الأفريقي لمصر بشكل رسمي. بعدها تم التحرك على مستوى الدولي من خلال السفارات المصرية في الخارج ومن خلال الاتصالات التي قامت بها مصر مع الدول المختلفة لضمان الدعم الترشيح المصري بشكل رسمي خلال مؤتمر جلاسكو العام الماضي. منذ ذلك الوقت بدأ التحرك لصياغة الرؤية المصرية لهذا المؤتمر كرئاسة لهذا المؤتمر، بدءا بالهدف الذي تسعى مصر إلى تحقيقه، وهو كما نعلم جميعا أنه مؤتمر التنفيذ، تنفيذ التعهدات، وهذه هي رغبتنا. انتقالا بتحديد الموضوعات الرئيسية التي ترغب مصر أن تركز عليها في هذا المؤتمر وصياغة المفاهيم الخاصة به والاتصال مع جميع المنظمات المختلفة والتجمعات الجغرافية المختلفة سواء في إفريقيا أو في أسيا أو في أوروبا أو أمريكا اللاتينية لضمان أن الموضوعات التي سيتم مناقشتها في المؤتمر بتعكس أولويات واهتمامات جميع هذه الدول. صحيح سيد سفير، لكن كمان شمل عملكم المنظمات الدولية مش بس مع الدول لكن كمان مع المنظمات الدولية، ويمكن شفنا ده مع الأمم المتحدة، وشفنا حديث السيد أنطونيو غوتيريش وهو يتحدث عن التنظيم وبراعة التنظيم في شرم الشيخ لكوب 27. كيف كان التعاون مع الأمم المتحدة؟ طبعا الأمم المتحدة هي شريك رئيسي لأنه هذه الاتفاقية هي اتفاقية إطارية لأطراف هذه الاتفاقية هم دول، منظمات دولية، منظمات مجتمع مدني، قطاع خاص، فطبعا جميع هؤلاء الشركاء لابد من العمل معهم لضمان أن المؤتمر وما يتم مناقشته في هذا المؤتمر يعكس كما أشرت أولويات الجميع. يعني لا يجب أن ننسى أنه بخلاف الموضوعات التفاوضية التي تتفاوض عليها الوفود الرسمية والمرتبطة بأجندة أعمال المؤتمر، هناك أيضا فعاليات كثيرة على هامش هذا المؤتمر، وهذه الفعاليات كان لمصر دور كبير في صياغتها، ولا تصوغها مصر بمفردها ولكن بالتعاون مع شركاء. يعني تحديد على سبيل المثال تحديد الموائد الرئاسية المستديرة التي يتم المشاركة فيها اليوم وأمس، ست موائد رئيسية، اختيار العناوين، اختيار هذه العناوين الموضوعات لابد أن تعكس اهتمامات المجتمع الدولي في هذا التوقيت، لابد أن تعكس التحديات التي تواجه المجتمع الدولي مثل أزمة الغذاء العالمية، الأزمة المائية أو الأمن المائي بشكل عام، مسألة التمويل والابتكار والتمويل، كيف نبحث عن وسائل مبتكرة لتمويل العمل المناخي الدولي، مسألة الهيدروجين الأخضر، التحول العادل في الموضوعات المناخ، كيف نضمن أن التحول يتم بشكل عادل ومتكافئ وتتحمله جميع الأطراف من الاقتصادات المعتمدة على الوقود الأحفوري إلى اقتصادات تعتمد على الطاقة المتجددة وغير ذلك من الموضوعات التي يتم مناقشتها هنا في المواد المستديرة. ثم بعد ذلك تحديد الأيام الموضوعية، نحن نتحدث عن 9 أيام موضوعية،
كل يوم موضوعي منهم بيمثل أولوية للعمل المناخي، لعلاقة المناخ بالمرأة، لعلاقة المناخ بالشباب، المجتمعات واستدامة المجتمعات، السلام، يوم التمويل. فهتجد حضرتك أنه اختيار هذه الموضوعات كلها اقتضى من الخارجية المصرية بالتنسيق طبعا مع وزارة البيئة والوزارات المعنية صياغة أوراق مفاهيمية لما هو ما هي الموضوعات التي يجب مناقشتها خلال هذه الجلسات، وما هو يعني المفاتيح أو الأسئلة التي مطلوب طرحها على الشركاء في هذه المشاركين في هذه اللقاءات. عظيم. وأيضا تطلب البحث عن شركاء من المنظمات الدولية، يعني مثلا لما بنتكلم عن الغذاء، أزمة الغذاء، لابد أن يكون منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة مشاركة، لابد أن يكون مثلا البنك الدولي مشارك للتمويل. فنحن نبحث عن شركاء من المنظمات الدولية. ممكن سعادة سفير دي الجهود المضنية اللي تحدث عنها وزير الخارجية سامح شكري، هو يتحدث عن الجهود اللي اتعملت للوصول لتوافقات حول قرارات المؤتمر. طبعا حصل تواصل، حصل زيارات مكوكية قام بها سيد وزير الخارجية باعتباره الرئيس المعين، قام بها أيضا الوفود الفنية على مستوى وزارة الخارجية ووزارة البيئة والوفد التفاوضي المصري، المشاركة في مؤتمرات دولية وإقليمية، مشاركة في اجتماعات تحضيرية لهذا المؤتمر، لضمان أن هذه الموضوعات بتحظى بالتوافق الدولي وأنها موضوعات بتعكس اهتمامات الجميع. أيضا السفارات المصرية في الخارج تم تكليفها للترويج للموضوعات التي سيتم مناقشتها هنا في هذا المؤتمر، لضمان أيضا وجود شركاء، لأن كل مبادرة، أيضا مصر طرحت 13 مبادرة، كل مبادرة وكل مائدة مستديرة وكل يوم موضوعي هناك دول أعربت عن رغبتها في المشاركة فيها. وبالتالي نحن نتحدث عن منظمات دولية، عن مؤسسات تمويل دولية، ودول بتعرب عن رغبتها في المشاركة في هذا الموضوع على وجه التحديد، أنه بيحظى بأولوية ليها أو هذا الموضوع، لنضمن في الآخر أن كل مائدة مستديرة من هذه الموائد عليها عدد كبير من رؤساء الدول. كل يوم موضوعي وكل فعالية موجودة عليها عدد أو مشارك فيها عدد من الدول، وهناك مبادرات مشتركة بتجريها بعض الدول مع مصر في هذه الموضوعات. عظيم. الأزمات متلاحقة وكلها مرتبطة ببعض. هل فرضت التوترات الجيوسياسية الأخيرة جديد على أعمال قمة 27؟ طبعا ما فيش شك أن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت اللي فيه أزمات جيوسياسية كبيرة، وفي حالة استقطاب دولي كبيرة، وفي أزمة غذاء، وفي أزمة طاقة، وفي أزمة تمويل، وفي أزمة ديون، كل ده بيضع أعباء كبيرة جدا. طبعا كل ده بيضع أعباء كبيرة على المؤتمر، على رئاسة المؤتمر، كي نضمن يعني تقريب وجهات النظر الدولية، كي نضمن أن يحدث توافق، وكي نضمن أيضا أن قضايا تغير المناخ بشكل عام لا يتراجع الاهتمام بها، ولكن تبقى في مقدمة الأولويات والاهتمامات الخاصة بالمجتمع الدولي، لأنه مطلوب تمويل، مطلوب توفير قدر كبير من التمويل لمساعدة الدول النامية. كيف سيكون شكل هذا التمويل يا سعادة السفير؟ يعني قضية التمويل قضية مهمة جدا، لأنه في ظل الأزمة المالية العالمية، طيب كيف نبحث عن وسائل مبتكرة للتمويل؟ كيف نبحث عن قروض ميسرة؟ كيف نبحث عن مشاركة في تحمل الأعباء من جانب القطاع الخاص؟ استثمارات زي ما سيادتك بتقول من جانب القطاع الخاص، وبالتالي لابد من وسائل مبتكرة وحلول، وهذين الموضوعين يعتبروا من الموضوعات الرئيسية المطروحة في الموائد المستديرة وفي الأيام الموضوعية بمشاركة الشركاء جميعهم من القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية. وطبعا مصر، انعقاد هذا المؤتمر في مصر دولة إفريقية ودولة نامية، بيضع عبء آخر على رئاسة المؤتمر، إن إحنا بنعبر عن الدول دي، بنعبر عن اهتماماتها، بنعبر عن أولوياتها، وده بيجعلنا يعني ودي الدول المتأثرة بشكل كبير من التغيرات المناخية. بالتأكيد دول متأثرة بالتغير المناخي، ليس بالضرورة شاركت في الانبعاثات بالقدر التي شاركت فيه الدول المتقدمة، ولكنها تتحمل أعباء هذا التأثير الغير مناخي. ونتابع جميعنا طبعا الفيضانات والحرائق الموجودة والفيضانات وغيرها من الكوارث الطبيعية التي تتأثر بها هذه الشعوب، ولا شك أيضا أن هناك عمليات نزوح نتيجة لهذه الكوارث الطبيعية. النزوح بيرتبط بانتقال البشر من منطقة إلى أخرى. صحيح. عدم توفر الموارد، عشان كده هتجدوا أن أحد
الموائد أو أحد الأيام مخصصة لما يسمى باستدامة المجتمعات. يعني إيه استدامة المجتمعات؟ يعني انتقال الشعوب والنزوح من منطقة إلى أخرى، كيف نضمن أن هناك توفر الاحتياجات الأساسية، الغذاء وأزمة الغذاء، وبتؤدي إلى هجرة وهجرة غير شرعية، وبتثقل أيضا كاهل الدول المتقدمة، لأن بالتأكيد هي كمان بتمر بأزمة حاليا بالتأكيد. وطبعا كل ده احتاج الحقيقة لتناغم كبير بين الأفكار اللي بتطرحها مصر وضمان وجود دعم لهذه الأفكار من جانب شركائنا على المستوى الدولي وجانب شركائنا على مستوى القارة الإفريقية، وده كله هينعكس بعد كده في الأسلوب التفاوض وما سيتم الاتفاق عليه في التفاوض وفي المخرج النهائي لهذا المؤتمر. الدعم الداخلي سيادة السفير من مؤسسات الدولة المصرية منذ الإعلان عن استضافتنا لكوب 27، مسألة التحول الاقتصادي الأخضر اللي حصلت في كذا مؤسسة، لو احنا بنتكلم هنا عن شرم الشيخ نتكلم عن مدينة أصبحت مدينة مستدامة خضراء، من أول مستشفى شرم الشيخ الدولي للأوتوبيسات الكهرباء اللي احنا شفناها، لأشياء كثيرة هنا يعني تتحدث عن المدينة أنها بقت مدينة خضراء. إلى أي مدى ده بيفرق في المفاوضات واحنا بنتحدث عن تمويل للدول النامية والدول المتأثرة بأثار التغيرات المناخية؟ يفرق ده قد إيه في قضية التفاوضات بسبب التمويل؟ هو طبعا بيفرق في إن أولا أن الدولة المصرية بنظهر قد إيه الدولة المصرية ملتزمة بدعم قضايا التغير المناخي وبالعمل المناخي، وأن الدولة المصرية دولة رائدة في هذا الموضوع. هنجد مشروعات للطاقة، مشروعات للنقل، مشروعات في الزراعة، مشروعات في الري، كل ده مطروح ومعروض. هتجدي لو حضرتك زرتي المنطقة الخضراء والمعرض المصري في المنطقة الخضراء والمنطقة الزرقاء، هتجدي بوضوح كيف أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها بالقطاع الخاص بالمجتمع المدني، الجميع بيظهر المشروعات والحلول. هناك مبادرات من جانب الشباب المصري في مجال تقديم الحلول المبتكرة واستخدام تكنولوجيا حديثة لمعالجة قضايا معينة مرتبطة بالتغير المناخي واستخدام التكنولوجيا الحديثة. إذن أنت بتظهر للعالم أن أنت كدولة، أنت دولة ملتزمة بهذا الموضوع، دولة مهتمة بقضايا التغير المناخ وبترصد موارد لذلك، وتحتاج للمزيد من الموارد لتكييف اقتصادها وتغيير هيكل اقتصادها ليتواءم مع هذه المتطلبات خلال المرحلة صحيح. القادمة. يمكن كمان مع الزخم اللي احنا بنشوفه هنا في شرم الشيخ، أمس قناة السويس تتحدث عن إنتاج أول مرة وقود أخضر في قناة السويس، مع عودة الدول الأوروبية لاستخدام الوقود الأحفوري، وإحنا بنتكلم على تغيرات مناخية كارثية حصلت السنة اللي فاتت. ما فيش شك في ذلك، وكون إن مدينة شرم الشيخ تعتبر أول مدينة خضراء زي ما سيادة الرئيس تحدث أمس في مصر، وإن الناس المشاركين بتكلم عن أكثر من 55,000 مشارك بينزلوا في الشوارع، بينتهي عملهم في ساعة معينة، وبيشاهدوا بأنفسهم النماذج لعملية التحول وعملية التغيير اللي بتشهدها مدينة شرم الشيخ، ومدى التزام الدولة المصرية بمراعاة البعد البيئي في عملها. كل ده ما فيش شك إن هو بيدي رسالة للعالم وللمشاركين في هذا المؤتمر أن مصر دولة على المسار الصحيح في قضايا التغير المناخي، وأن مصر دولة تحتاج إلى الدعم والتشجيع لتكملة هذا المسار. عظيم. سعادة السفير، دور وزارة الخارجية لم ينتهي بعد، يعني الدور الأكبر بدأ خلاص منذ استلام مصر هذه النسخة أو هذه الدورة، الدورة 27 من مؤتمر المناخ. طبعا جميعنا في انتظار ما سيخرج من توصيات ومخرجات لهذا المؤتمر، لكن على ما يبدو ان في ملامح واضحة لبعض الأمور أساسية يجب ان احنا نتحرك فيها، وهي قضية التمويل. أولويات وزارة الخارجية خلال الفترة القادمة هتكون عاملة ازاي؟ لانه مش بس مصر بتعول، ده طبعا شعوب العالم كلها، وبالأخص او في القلب منها الشعوب الأفريقية. طبعا خليني أوضح انه الفريق التفاوضي المصري بيضم وزارة الخارجية، بيضم وزارة البيئة، وزارة الكهرباء، وزارة الطاقة، يعني منظومة متكاملة من المؤسسات الدولة المصرية اللي بتعمل في مجال المناخ والعمل المناخي بشكل عام. لكن لا يجب أن ننسى أن مصر هي ترأس هذا المؤتمر، وبالتالي هناك دور حيادي لرئاسة المؤتمر، دور بتقرب مواقف الدول من بعضها، بيتدخل أو بتتدخل الرئاسة المصرية لضمان أن المخرجات المؤتمر بشكل عام تكون توافقية وأن تنجح، لأن الوضع السياسي الدولي زي ما أشرت في البداية دور فيه قدر كبير من الاستقطاب
المصالح متباينة، ولكن النجاح الدور المصري هنا ونجاح الدبلوماسية المصرية هنا في إن إحنا إزاي نقرب المواقف من بعضها، إزاي نتفق على الحد الأدنى من الأولويات، ومن ضمن الأولويات بالطبع هي مسألة التمويل زي ما سيادتك أشرت، مسألة التكيف، مساعدة الدول النامية على التكيف مع آثار التغير المناخي، مسألة أولويات المرتبطة بالأضرار والخسائر، كيف نعالج هذه المسألة، وأيضا نتجاوب مع أولويات الدول الأخرى، دول متقدمة لها أولويات أيضا. فهنا بيبرز دور الدبلوماسي المصري أو المفاوض المصري، خليني أقول إن هو ينجح في التعبير عن كل هذه المواقف. ودور الرئاسة المصرية وللمؤتمر السيد الوزير سامح شكري في أنه هو يكون بيستقبل كل الوفود، بيستمع لآراء كل الوفود، وبيحاول يقرب هذه المواقف. وده بدأ بالفعل منذ أيام قبل بدء المؤتمر، أن احنا هو بدأ يجتمع مع التجمعات المختلفة. تنساش أن الزيارات اللي قام بيها السيد سامح شكري لدول المنطقة الكاريبي والدول الأفريقية والدول الأسيوية كان ده هدفها من الأساس من البداية، إن إحنا نقول إيه أولوياتنا، إن إحنا نستمع إلى أولويات كل طرف وكل مجموعة، وإن إحنا نحاول نقرب كل هذه المواقف لنضمن إن يخرج مؤتمر شرم الشيخ بنتائج متوافق عليها دوليا، ويعيد وضع قضية المناخ في مكانها الطبيعي. صحيح. وإن لا نتوقف فقط عند مسألة التعهدات، ولكن ننتقل إلى مسألة التنفيذ. يمكن عمل الجميع سعادة السفير إنه الجميع يعول على قمة شرم الشيخ أن تكون قمة التنفيذ، وده شعار القمة مع كل ما يحدث من توترات جيوسياسية حولنا، ومن قبلها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية. نجد دعوة صادقة من القلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي للسلام، نجد حرص شديد من القيادة السياسية على مسألة التغيرات المناخية والكوارث المناخية اللي بتحصل في العالم. إلى أي مدى يمكن أن نتحقق هذا؟ ويمكن إحنا كنا بنتحدث عن إنه مسألة القرارات والتنفيذ ما بيكونش بين يوم وليلة، أيضا ما بيكون استمرار يعني عمل ليالي طويلة من قبل المؤتمر، وبيستمر حتى ما بعد المؤتمر. شوفي حضرتك، لو تابعتي التصريحات الصادرة عن السيد الوزير سامح شكري خلال الفترة اللي فاتت كلها بتتكلم عن توفر الإرادة السياسية، لابد من توفر الإرادة السياسية لدى الدول. نمرة 2، إن إحنا كيف يمكن أو كيف يجب أن نحصن هذا المؤتمر من الخلافات السياسية، ننحي الخلافات السياسية جانبا كي نضمن أن يكون نقاشا موضوعيا وشفافا حول قضايا التغير المناخي وتأثيرها وكيف نعالجها، دي كانت مهمة. وكيف أيضا نركز على عدم التراجع عن التعهدات السابقة. صحيح. لأنه في ظل الأزمات اللي موجودة، في ظل الأزمات كلها، يخشى أن يتم التراجع عن التعهدات السابقة. صحيح. فبالتالي مطلوب الإبقاء على الزخم الدولي والاهتمام الدولي والمزيد من التعهدات، ثم نبدأ في التنفيذ ولو بخطوات بسيطة ولكن خطوات مستدامة. عظيم. وتسير إلى الأمام. طيب، إحنا بنشهد هذه الفترة حالة من التوافق والانسجام العربي، توافق في الرؤى حول مختلف القضايا، وده كان واضح في القمة العربية الأخيرة. عايز أعرف من حضرتك طبيعة العمل العربي المشترك في هذا المجال. هو الحقيقة إحنا بنعبر أيضا عن بالطبع عن الموقف عربي موحد. الدول العربية جماعها دعمت الترشيح المصري، هناك مبادرات كثيرة بيتم إطلاقها بالمشاركة مع شركائنا وأشقائنا في الدول العربية، هناك حرص على تبادل الخبرات. يعني دولة الإمارات العربية المتحدة سوف تنظم مؤتمر كوب 28 العام القادم، فهتجد هنا في قدر كبير من التنسيق، الرغبة في الاستفادة من التجربة المصرية. كيف نضمن أن مؤتمر 28 يكون استكمال للجهد المبذول في مؤتمر 27؟ القمة العربية الأخيرة في الجزائر دعمت الترشيح المصري، دعمت الأولويات المصرية في هذا المؤتمر، فهناك بالطبع دعم عربي كامل للرؤية المصرية والأولويات المصرية. وأمس شهدنا في الجلسة الافتتاحية حينما أطلق السيد رئيس الجمهورية النداء بوقف الحرب ونداء السلام، كان أول الداعمين له هو رئيس دولة الإمارات سمو الشيخ محمد، وبالتالي ده أكبر دليل على أنه هناك دعم عربي
لرؤية مصر وللأولويات التي تطرحها مصر والنداء الذي أطلقه السيد الرئيس في هذا الإطار؟ إلى أي مدى سعادة السفير حاسس أنه رسائل القيادة السياسية المصرية وصلت إلى العالم ووصلت إلى الجميع أمس مع كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ أعتقد ذلك بوضوح. شاهدتي حضرتك طبعا القاعة كيف امتلأت بالإشادة والتصفيق لنداء السيد رئيس الجمهورية. الأوساط الروسية والأوساط الأوكرانية الكل يتحدث عن دعوة السلام من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا ما في شك، لأنه مثل قضية المناخ أيضا هذه الأزمة أثرها كبيرة جدا على الدول النامية، الدول من حيث الأسعار الغذاء وأسعار الطاقة، والدول المتضررة من آثار هذه الأزمة وهي دول ليست طرفا فيها. وبالتالي مطلوب أن يكون هناك وقفة من جانب المجتمع الدولي بشكل عام لمساعدة الأطراف للوصول إلى حل لهذه الأزمة في أسرع وقت لضمان استقرار الشعوب ومعالجة الآثار السلبية الناجمة عن هذه الأزمة على هذه الشعوب. سعادة السفير أحمد أبو زيد، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معنا. شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا.